قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. لا ما يتسالكش لا اختك وصافي. ايوا والخلاص ويلي هادشي راه جاني رخيص عندك تكون شي وحده عيانه. ايوا على ما حال لا لا واخا صدقات هي هذيك ما صدقاتش يرزق الله. بسلامه. راه كنعين فيكم. يلا الله يعاون. بونجور. صباح الخير. عرفتي شنو عبد اللطيف؟ نعم. من دابا شويه ساكينه جايبه لي خدامه جديده. مزيان جايبه لك خدامه جديده؟ انا اختي لطيفه انت ما باغاش تعين من هاد الخدامات هادو ها؟ ماشي كلهم بحال بحال. ايه هاد المره نجربو. واخا نجربو 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 هادي اللي جايه ونجربو اللي من موراها ونجربو الاخرى وغنبقاو حنا هكذا. والله ما عندك شي عقل. وشتي انا الا بقيت تبعك انت في الري ديالك غادي يديني الواد. اش من واد اللي غيديك؟ اسيدي انت خرج هاد السوق ياك انا اللي كنخلص وكنقابل. اي انت كتخلصي وكتقابلي انا ما قلت شي. ايوا المشاكل اللي كتوقع شكون اللي كيحلها؟ انا. هاد النوبه سيدي ما تفك ليش المشكل خليني نعوم في البحر بوحدي صافي. لطيفه الله يهديك لطيفه انا قصدي ما بغيتكش تتعبي وما بغيتكش تكرفصي. انا بغيتك ما تعانيش من المشاكل ديال الخدامات ليك جربناهم كلهم وما طلع فيهم ربح كلهم زيرو بقاتنا غير الهبيله. كيف ما كانت هاد المشاكل حتى حنا في الدار عندنا مشكل كبير وانت عارف هادشي مزيان. واش كنجيب انا الخدامه باش نبان قدام الناس؟ انا كنجيب الخدامه باش تعاوني حيت انا موظفه وما نقدرش نوفق بين الوظيفه وبين الخدمه ديال الدار. ايوا صافي ما تعصبيش ما تعصبيش مراس انا هادشي عارفه انا عارف كنتي موظفه حتى انا موظف. واش غادي نقول لك ما كاين حتى شي مشكل جيبي هاد الخدامه لالا يكون لي غير خاطرك. ايوا شتك باقا جالسه ما غادي تنوضيش. فين غادي نوض؟ لبسي حوايجك باش نخرجوا للنادي. نخرجوا للنادي؟ ايه انا كنقول لك دايره مع السيده تجيب لي البنت انت كتقول لي امشي معاك للنادي. هي دابا انا غنخرج بوحدي. وا
سير بوحدك حتى السيمانه الماجيه ونمشي معاك يلا. واخا ايوا انا كنلبس حوايجي باش نخرج. مرحبا 100000 مرحبا بليلى ساكينه عندي. الله يسلمك اختي لطيفه. وفين غبورك؟ راه في الدنيا. سلمي. هذه هي السيده اللي جبتي لي؟ هذه هي بداتها وصفاتها. ايوا مرحبا بك عندي. الله يبارك فيك. جلسي. اجد جلسي. وفين تعطينا ماشي من عوايدك؟ وراكي عارفه دزت عند فضيله خرجت عندي امها قالت لي تسني بلي راه صبحه ناعسه شويه. هي سميتك فضيله؟ شتي البنت باين فيها النعاس. ويلي على باقي شي وقت نعاس دابا. قولي لي كدير كريم؟ راه قاس كيكبر مع الوقت، راه قاس كيلعب في الناموسيه ديالو. ايوا وسيدي عبد اللطيف. عبد اللطيف يلاه لقيتي باغي يخرج، قال لي يلاه تمشي معايا للنادي. قلت له ولي راه دايره مع سكينه السيمانه الجايه. لا ما كاين حتى شي مشكل، انا ماشي برانيه، الا غتخرجي نوضي سيري. ويلي الخروج غيهرب حتى السيمانه الجايه. ويلي سكينه بحال بحال. قولي لي واحد السير مختار فين وصل؟ وراه كيعدي مع الخدمه. ايوا ويلي سيدي راسي بلاتي بعدا. الا ينغادر غنبقاو غنهضروا كي ما نعمروش كويزيلات. لا ما تكلفيش راسك والله ما عندي منين يدوز. ياك لاباس. خليت امي عيانه ما شكيت عليك في الدار. مسكينه. لاباس عليها. وقتاش جات عندك؟ وراك كتعرفي كتجي عندي كل الصيف للدار دوز معايا الصيف، لان الصيف ديال مراكش كيقهرها شويه وكتعرفي. بصح بنادم كيبات وعياته ديما. واش غنقول لك؟ داكشي اللي اتفقنا عليه انا موجده. غنمشي نجيب لك التصبيق باش تعطيه للسيده. ايه انا اللي توعدت امها باش غادي ندي لها الفلوس. ايوا صافي انا جايه دقيقه. فضيله تصنتي فضيله. ودي انا غنوصلك. شوفي فيا شي هاد المراه راه عزيزه عليا بزاف ونبغيك تكوني معاها مزيانه. واللي قالت لك خصك ديريه واللي قال لك راجلها خصك ديريه بلا ما نوصيك عندك كتحشمي بيا صافي. اختي سكينه هالامانه واسمحي لي بزاف عاد. ويلي علاش غنسمح لك؟ ما درت لك والو. ويلي هنا خطك عليا عمري ما ننسى لك هذا الخير. لا لا ما كاين حتى شي مشكله اختي لطيفه. على انت ماشي عزيزه عليا بحال اختي ولا اكثر، هذا واجب. اجي واش سبق لي خدمه عند شي حد؟ اختي ما نكذبش عليك انا ملي سمعتك جالسه بلاش دبرت لك عليها والدخلانية يعلم بها الله. وليني غادي ان شاء الله تكون كتحمر الوجهه ولا شوفي اعتني براسك وكوني نقيه وكوني على بال. راكي مع ناس نقيين ولاد عائله وهكا نبغيك تكوني كي وصيتك. ايوا نوض دابا خليتكم على خير. ويلي على حشومتي حتى كاس داتي هو الاخر ما شربتيش شاي. لا لا ما تقوليش هكاك يا مراه طويله مره اخرى ان شاء الله. ولكن والله كون ما كانت الحاجه مريضه لا مشيتي. ربي يخليك اختي. بوسي لي كريم وسلمي على سيدي عبد اللطيف بزاف. وانت انت سلمي على السي المختار. بالله سلام سلام. سمعتيهم جاو؟ ايه سمعتهم. انا خارج. شنو غدير؟ غتغدى في الدار ولا غتغدى لي؟ ما عرفت. عرفتيش غيجيك مليح، خليك مغدي تمايا، انا باغا نشوف هاد البنت اش كتعرف دير. ايه واخا. يلا. ندير لا لا ما انتيش هاد العجب. عاود عاود عاود. اش بغيتيني نقول لك لا لا؟ انا ريش هاد الشي هادو بالغوات. الا غوت لا لا غادي نخلع. لا 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 ما تغوتيش هادو هكا. شوفي راه ما عندكش غير شغل واحد، عندك الطياب والمصلوح والفراش وتصبين وفوق من هادشي كله كاين كريم. كتعرفي بعدا تربي الدراري.
معلوم انا كنعرف ندير كل شيء. وعرفتيش غديري من الاول؟ نوضي غسلي بعدا وجهك، راه باين مازال فيك النعاس. فيقوني بكري وانا مازال فيا النعاس. فين هو الحمام لالا؟ اجي نوريك الحمام. لاباس لاباس امينه كلشي بخير صحيحه الحمد لله ايوا في اللطيفه ايوا اللطيفه راه مشطونه مع واحد الخدامه جابتها جديده ايوا على سلامتكم اسيدي خدامه جديده الله يسلمك ومباركم سعود مباركم سعود اللي هي بوحده اما انا كون جات عليا بنقص معلوم نتوما يا الرجال ما كتضربوش لينا حسب احنا العيالات مساكن خليتكم على خير جلس جلس معنا شي شويه مالك طار ليه لا ماشي طار ليا غير وكان واحد الله يهديك لا دابا حيت انا واحد السيد داير معاه باش نتلاقى انا وياه هنا وشتو باقي ما جا جلس بعدا حتى يجي وسير قول لي كي داير هاد الخدام والله خويا انا باقي ما شتها كي شتي انا كنت جاي للنادي وهي كانت داخله ما تمكنتش نشوفها عندك تكون بحال هذيك اللي قالت لينا عليها هذيك النهار وشكرات فيها وفي الاخر صدقات عامله عصابه انا بعدا سبريت منها قول لي بعدا كي داير سيدي كريم الله يحفظك كيدير شي شويه شويه كيدير شي شطور اييه كيدير شي ربي ايوا راه كيشتي مساله ديال با هي اللي كيدير تبارك الله سيدي ربي يخليك ربي يخليك ربي يخليك سام طيب نعم سيدي نديرو انا وياك شي ماتش ديال التنس ما يمكنليش دابا حيت كيشتي انا ليا موعد داك السيد داير معاه ندير معاه ماتش سيدي عبد اللطيف نعم شوف شوف راه داك السيد كيشير لك كناو راه هو مو الكبوط الحمر لكن انا كاسكيطه زرقاء ياك راه هو اي هو هذاك ياك ما هو اللي جيتي عليه ايوا انا جاي انا جاي احنا هنا الى ساليتي اجي الله يحفظكم يحفظك اجي نقول لك اجي حبيبي اجي فضيله ديروني مي صافي 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 سير اوليدي الناس خلع فينا عندك تخلع اش هذا؟ واش هذه هذه الخدامه اللي غتعاونك؟ ومالها؟ لا انا شتك تفقص هذه ماشي خدامه ويلي عبد اللطيف انت كلشي كتعلق عليه واسمع شتي كي كتحرك ما طعناتكش يا اختي باس انت حتى حاجه ما كتجيك هي هذيك انا راه كنهضر غير في الحاجه اللي هي خايبه انت بعدا عمر شي حاجه ما جاتك مزيانه اخر لا ما قلنا شيء المعس الاول الاخر قال لك ها هو اللي كشر ها هو جا تلقى هو اللي نعس ها وجا بلاتي انا جاي سير اوكي سير خلاص كفو سير عندك تخلع لا فيق هذيك هرمه قلت لك فيق يا هرمه تقعدي عيطولي يا لالا هل انت اسمك هرمة؟ شويني فيك ان شاء الله انت دارنك عيطولي يا هرمة وكتعجبني ايوا هي نيت اللي تجي معاك غسلتي بعد الطباس اللي قلت لك تغسلي ما يصبح ويفتح هربانين ولا على دابا يصبح ويفتح غيبقى داك الجبن ديال ما انت الغدا في الصباح ما تقلقيش ما تقلقيش دابا كلشي نصوبو غير تهناي
اللي كيصبح ويفتح مزيان. ديتي انا عسايب قلت لك بعد مني عفاك عبد اللطيف. انا بعد منك ياك بعدها شفتي بعينك. خلاص البنت يلاه جات واش كيصيفطوا معلمات للديور تصيبها مسكينه مولفات ناس مع السبعه د العشيه شويه شويه غادي تولف. اياه شفتك كدافعي عليها. واخا لالا ما قلناش انا طالع لفوق الناس اش غديري دابا انتيا؟ راه بعدا نسالي شي مقال هنا شويه انا جايه. واخا ويلي انت نهضر قتلتيني والضحك هاد النهار صافي بارك عليا. يا نعيمه اختي واحد حلوق عندها كيخلع عندك تكون مسكونه. يا ويلي بسم الله الرحمن الرحيم هاجي ولكن شكون عارف راه هادوك المسكونين هكذا كيكونوا وعندها واحد الهضره ثقيله كتدخل عليك الضيقه. انا بحال هادوك كيخلعوا يا اختي. ايوا اش دار لك فهاد الشيء ودابا انا وياها تخليها واش غادا ندير؟ ما كتعرفيش المثله اللي كتقول من قله الوالي عملت القط خالي. يا اختي عندك الحق وانما هاد الشيء كله ما كينفع بوالو غير غادي يطعنك وخلاص. صباح الخير عليكم. أهلا. صباح الخير. ايوا اش كديروا؟ كاينه شي خدمه ولا؟ صبتيني كنعاود لنعيمه على مشكلتي جديده. ياك لاباس ياك ما الخدامه جديده. لو كانت تعاود لك لطيفه على خدامه جديده تموتي والضحك. مالك عندك معها شي مشكله؟ تقاله يا امينه اختي تقاله. هادي يومين باش هي عندي هلكتني. هادي تيخصها الخدامه ديالي تذوقها شي شويه. حنا عاود تاني انا وراجلي نجيب كانت شكا من الخفه والزهاده ديال الخدامه عرفتي كطير. إلا قلتي كطير كطير. إوا سبحان الله ربي خلق وفرق. الغدران والكيسان ما كيدوزوش السيمانة ما كاين غير التهراس بالحق كتخلص اللي هرساتو باش حنا ساكتين عليها ما كتخلي لنا فاش نهضرو كل شي كتعرف ديرو. إوا شوفي يا أختي حتى زين ما خطاتو لولا. عافاك أمينة يا أختي أنا مزاوقة إلا ما ديري فيا واحد الأجر. بحالاش؟ لاقي خدامتي مع خدامتك على الله تحيد منها شوية ديال الثقالة. وين يا أختي لطيفة؟ خدامتي الا جلست مع الخدامه ديالك تنوض فيها الشياط تردها لك جن وكيطير. ايوا عملي فيها هذا الخير الله يكثر خيرك لاقيهم يلا تحيد من هذيك الثقاله وتهنيني منها. على الراس والعين نديرو السيمانه الجايه نهار السبت يلا باش تكون حنا غاديين للنادي نخليها تضل مع الخدامه ديالك النهار كله وملي يكون راجعه ندوزو عليها. وعليه متفقه. ايوا على هاد القيبات شحال ديال الناس غادي يوليو يطلبوها لك باش تعلم الخدامه ديالهم الحداقه. ويلي 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 جلست معاكم ونسيت علاش جيت. اش كيخصك بعدا؟ عطوني لعندكم شي كربون انا راه تقضى ليا. وسير النجيب يعطيه لك. والو قال لك انا الاداره الله يستر كلها ما فيها شي ورقه كيتسناو تدخل الميزانيه. واصبر صبر نقلب لك بعدا. بلاتي يمكن انا باقي عندي شي حاجه. شوفي هذا من العام اللي فات دابا حنا الاخر ديال العام ما بقى عندنا ما نديرو في الخدمه. يلا ميرسي اختي. وانت اش كديري؟ هانتي باقا ما ساليتيش القميص ديالك. مازال يا اختي حاصله فيه باري نشوف. هانتي هاكي شوفي بعدا جابك الله. شوف لي هذا الشيء واش هو هذاك؟ لا لا صافي هو هذاك غير منين تسالي الشبكه زوقيها. الزواقه بعدا هي هذيك؟ هي هذيك ما يتسالكش حتى انا غير مسربي عليا واحد الخدمه ونبدا في القندوره ديالي الجديده. ياك ما عملتيها بشكي المعلوم؟ لا لا هذه زواقه باقا جديده عاد جاني الكتالوج ديالها من الشرق. ايوا خيضوا نتوما في الكتالوج والزواقه وخليوني انا خايبه مع خدامتي بوحدي. ايوا جاب لك ربي اللي غادي تحل لك المشاكل. وعلاش لا؟ بغيتيني نطير؟ بغيت ربي يطيرك ويهنيني منك ما بقى عندي ما ندير بيك. هاد اليومات اللي دوزتي بعدا معايا كنتي فيا الاعصاب. وراني بوحدي وما كاين اللي يعاونني والشغل بزاف عليا. واخا نجيبك خدامه تعاونك خدامه تعاون خدامه. بغيت ربي يسلط عليك شي خدامه تخرج عليك.
علاش؟ هلا انا بغيتيني نعمل الشغل بوحدي. ويلاش غادي يقول الراجل وهذه هي ما تفهمو غير محلول وكاس كينقول. هز عليا هادشي الكوزينه بغيت ربي يهزك ان شاء الله. قمت زنا حتى انا هزي الطباس بجوج في خطري هاد الهيشة. ويلي ويلي لهاد المرا شحال فيها هاد الزربه الله يستر. اش كتبرقمي؟ ما بقيتيش كتسمعي؟ لا بيتسرح ليا اللسان وتحيري فيا. يا ربي اش هاد المصيبه نزلت عليا وخلاوها الناس القدام. قال لي كثر الهم كضحك. كل سنه اختي كون عندتني من هاد المصيبه كلها. يا ربي سلامة يا سنة. نعم ماما. وكان بنتي غير مشيتي شفتي اختك لطيفة مدة هادي ما جات. سنة. نعم ماما يا راني سمعتك. واش بغيتيني ندير ليها دابا؟ كانت مرة كتضرب التليفون كتضرب طليلة هنا تاع خبرات ما عندي ما ندير ليها. على وديك شي كيقول سير شوفها. ما يمكنليش نمشي نشوفها دابا. ها انت كتشوفي على عينك جالسة كنبريبار. ايوا انا خايفة هذيك المتعلمة تكون دارت فيها شي فضيحة. عام الله كيدير هذيك لالة الغزالة. اه ماما المتعلمات المسجدين كيخصهم الشهريه صحيحه وانتما كيخصكم على الحاجه ديال الفابور. ايوا اش ناقصهم؟ واكلين شاربين مكسيين والشهريه من الفوق. قولي شنو خصهم؟ الله يهديك يا مامي. الناس في هذا الوقت كيخصهم يعيشوا مزيان وميم طو يجمعوا شي حاجه لدوير الزمان. ايوا نتوما هذا الجيل خاصكم غير الفلوس والكلاس. دابا انا وقفت عليك باش تمشي تشوف اختك وانت شوفي رجعتي الكلام. واخا مامي انا غادي نمشي نشوفها وعاد خليني نقرا دابا الله يعطيك الستر. ايوا شوف دابا حتى باك تعطل علينا بالمقديه فوقاش غادي نطيبو هاد الغدا. واقيلا حتى هو بغيتي نمشي نقلب عليه. خليني نقرا مامي سيل توبلي. ويهديك الله يا بنتي سير شوف اختك. واخا انا غادي نمشي نشوفها وهانتي عقلي ذنوبي عليك. لا حول ولا قوة الا بالله هاد البنت كي ولات. كتغسلي في الهومان؟ ايوا منين ديك العروسه عندكم مازال نعسه قلت انا نغسل هاد المعنات على الاقل عام منين تفيقوا تلقاو فاش تفطروا. عرفتي شنو لقيتيني غير غنسالي هاد المعنات ونصاوب لكم حتى الفطور. والله لا درتي فيهم يدك حنا جيب الخدامه. نو نو با بروبليم اختي با بروبليم غير سيري. ايوي على با بروبليم صافي خلي عليك داكشي انا غنمشي فيك يلا. واخا غير سيري. اسعدي وفرحي بمول الدار. والله لو كان ما كنت خايفه مني خلقني يا ترى صب علي بشي فطر ديال الماء. قلت قاعدي الله يقعد قلبك. شنو كاين لالا؟ والو عندنا العرس. انا نتوما ما جالسينش اليوم. واخا غير جالسين غنصبحوا ناعسين ونصبحوا صايمين. شحال الساعه دابا؟ يلا العشره مازال الحال. نوض اغسل عليا ديك الكماله ومن هنا قصوين وغير الماعن كلهم يكونوا مغسولين. سمعتيني؟ قلت لا لا
اختي. صبحنا الله. اشنو فقد بالدرع؟ مصيبه هذيك وصافي. وتانتوما اختي نامبورت كي كنتمو جايبينه. ويلي على نامبورت كي، سنا راه واش طلعات. شوفي انا غنمشي نجيب كريم ونجيب لي حوايج واش تدوزي للضربه. اشنو غادي نادي؟ مالو غادي نادي راه تعطلنا. ايوا الخدامه شنو ندير معايا؟ الخدامه عندي بها شي غرض. غرض بحالاش؟ حتى من بعد نقول لك انا غنجيب كريم حوايج. يلاه سير في دغيا. بخير. بونجور سناء. بونجور صافا. سي تري جونتي. الله يحفظك. كاين شي فطور؟ فين هو الفطور؟ بلاتي نصايب الفطور. يا باقا هرمه ما فاقت. جيت لقيت انا هي اللي كتغسل في الماعن عاد دابا فيقتها. ايوا انا غنفطر في القهوه النادي، لبسي حوايجك راني كنتسناك. انا جايه غنجيب لك كريم. يلا ودغيا. شحال تعطينا؟ يلا لبس حوايجي غير بعدا دوك السوار. عرفتي اش غنديرو؟ غندوزو عند امينه هي الاولى ندوزو ليها فضيله. على امينه ما غاداش النادي؟ لا عيط لها البارح قلت لها غندوز لها فضيله باش الخدامه ديالها تعلمها شويه ديال الحداقه. انا هاد الخدامه تعاون الخدامه ما باغاش تدخل لي الراس. مالنا حناش خاسرين، خلينا نجربو هاد التجربه. ايوا جربي هاد التجربه. يلا زيدي تحركي. وما فين غاديين بيا؟ هي على فين غاديين بيا؟ غنمشيو عند امينه باش تشوفي الخدامات الحداقه اش كي كيديروا. غادي اللي غادي عندو زعما حادقه. ايوا زيدي تشوفيها واش حادقه ولا لا. يلا طلعي. زيدي زيدي طلعي. القضية في بالك؟ في بالي ما يكون غير خير. شوفي غادي تدخلي واللي قالتو لك البنت غديريه حتى العشيه وندوز موراك. هادي هي الحادقه. هادي هي الحادقه لاله. ايوا دابا نشوف. يلا زيدي زيدي دخلي. وبسلامة هاد الساعة. بسلامة. ما نحتاجش نفسي. لا ما تخافي شكوني هاني. يلا بسلامة. بسلامة. اهلا سعف طيب. سي نجيب. لا لا بخير مساء عليكم. بارك الله فيك. جيتو قبل منا عينا ما تسناو فيكم. راكم صبحتوا ناعسين حتى لهاد الوقت. ناعسين هاكي عارفه مشكلتي شنا هي. والله الا من 10 ونص وحنا كنتسناو. اخويا حنا عندنا الخدامه مقاده. والله حتى فقصتني على الصباح. وفين هي دابا؟ دوزتها عندك للدار باش تدرب. وايلي درتيها بصح. وشنو كنضحك؟ على هاد الحساب غادي تخلصونا على هاد التدريب. اسيدي غير القضيه تنجح اللي طلبتوها تجيك غاديه تنجح غير الا كان ميت لها القلب او مفضيه تمام. انت عارفك علاش كضحك؟ حيت ما كتحملهاش ياك. هو هذا الواقع اش فيها ميت تحمل. اسيدي اه وجينا هنا باش نهضروا على الخدامات. شربوا شي حاجه. يلا صبتينا فطرنا.
اشنو شي ماتش ديال التنس؟ يلا يلا احنا واجدين، احنا وجدوا راسكم يلا سي ونتلاقاو في الملعب. شتي جدي معايا متمان مزيان؟ لا تندي شويه ديال الرياضه. انت يا صاحبتي هزيتي من هنا؟ من تما غير واو. شي بزاف عليا لالا، ثقيله تجي ثقيل. كتعرفي تاكلي غير الخبز؟ ويمكن ناكل الخبز نص ثقل. وكتعرفي عاود تقبطي غير الفلوس؟ انا كنشد شي فلوس ورا دارنا اللي كيشدهم. وسيسي من هنا نسي من انت نسي غير من تما باش نصاوبو هادشي مزيان من هنا. من تما. واخ 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 مي ناري يا صاحبتي، كنتي غادي تطيحيني. هادشي بزاف عليا. واه انت واقيلا ما عندك عقل. كيفاش ما عنديش العقل؟ انتي جالسة تضيعي في صحتك هنايا. قولي ليا شحال انتي خدامة عند هاد الناس؟ هادي ربع سنين واني خدامة. علاش كتسولي؟ علاش؟ عقلك صعيبتي وليتي بحال السكولات. وعلاه انتي ما خداماش؟ كتعرفي غير تاكلي وتنعسي. انا كنخدم وكندير داكشي اللي قالها ليا مخي، واللي ما قالهاش ليا والله ما نحط في يديا. ولعيني هاد الناس راه دايريني بحال بنتهم. بحال بنتهم؟ عقلهم خرجوا يتسارو وداوك معاهم. وانا احنا مساكن ما عنيناش الله نخرجوا نشمو شويه ديال الهوا بحالهم. ما نعستيش مزيان؟ اش من الناس الله يهديك منوضيني مع النبوري. نوضي حقا نوضي تخزي المان. وعرفتيني انا فوقاش كنوض؟ كنوض في الستة. ما كتجي فين تجي السبعة حتى كيلقاوني وجدت ليهم الفطور وسيقت الدار وغسلت المان وكل شي كيشعل. وانتبه يا صعيبتي راسك، راه لا خطاتك صعيبتك راه ما كاينش اللي ينفعك. انت كاع ما شتي هادي غير لا طاحت لي شي حاجه وتهرست كيقطعوها لي من الشهريه. قطعوها لك من الشهريه؟ ايه غير داك المره كتهرستو حسبو عليا. ومازال جالسه مع صاحبتي؟ واني انت راه ما عندك نفس. واشنو غندير؟ اش ديري؟ سيري قلبي لك على شي محل اخر، سيري ترتاحي وبعدي من هادو. عاوتاني انا اش غادي ندير؟ جيبي لي صاحبتي شي ملايه نمشي نعس نكمل نعاسي. وانا ودي خليك مع هادو حتى شي ناطع صحيحتك وما لقاو ما يجمعوا فيك. غندوز عند الوالده نجيب كريم وانا عندكم. هي نسبقوكم. اييه واه ما نطقش عليكم. واخا احنا غنعاينوكم باش نشوفوا النتيجه كاملين. يلا هادو. السلام عليكم. فينا واحد جند كريم؟ عرفتي الا تخي كامرا قال دابا كيلعب في البيت. بصح والله العظيم. اهلا مرحبا. لاباس؟ عمل خير. لاباس؟ الحمد لله. لا انا سعد الطير. مرحبا بك. صحتك لاباس؟ الله يبارك فيك. كدي واحد السن كي الله يبارك فيك. الحمد لله. اشنو با ما كاينش؟ لا في الحال جلسوا. مرحبا. ايوا فين هاد الغيوم؟ مع الوقت والله الا الوقت اللي نصيب نجي نشوفكم ما كنلقاهش. واقيلا درتي خدامه جديده. خدامه جديده قلت لك كتجني السنه ياك. تعالي قلتي لها الخدامه دايره كيبوعوا. قولي ياك ما هادي شي شهره. الله يحفظك بهاي اللي علمك عليها الله. ايوا صافي باركه من الطنس. ايوا فينا هي بعدا؟ مشات امامي دير 16. اين 16؟ من بعد مشاغل قضيه 16 هي. زوينه هاد القضيه ديال 16. سي فورميدابل. وانا ضد وانا عملنا شي قيمه. لا لا والله لا بلاش. علاش؟ هي حيت غنمشيو دابا. هي دابا حنا درتونا غير قنطره. لا واه حاشا لله، حاشا لله. خاصنا ندوزو حيت الخدامه خليتها عند صاحبتي وخصني ناخذها. ايوا علاش ما جبتهاش لهنا؟
كي غادي نجيبها؟ البنت اللي خديت ناقصة ومعجازة وما كتعرفش دير الشغل هي ضها ليا بهلا. يو كان جبتها ليا نشوفها. لا مامي اش بغيتي تشوفي فيها؟ ما فيها ما يتشاف. والله الا كل واحد وزهرو. عندي واحد صاحبتي عندها واحد البنت كطير مع الطيور، ما كتجي فين تقول الحاجة حتى كتلقاها دارتها. وقت زعما نديها عندها تزرع فيها شوية ديال النفس. هذا هو السطاج اللي دواتك عليه سنة. مزيان تبارك الله. دابا انت حيت خفتي تفقسك صيفتي تفقسو. غنجيبيها ولا عالك وعادي نوريك عادي تولي. ويلا اش بقيتي بيها مامي؟ واش حمقتي ولا مالكي؟ تجي منا حمقانية للدار تحمقنا حتى حنا. اسمعني لا أمل، سمع مني هاد النصيحة. بعدي من البلا لا يبليك. هذيك راه خصها المسطان. ما تخافش عليا سيدي عبد اللطيف، أنا مولفة بهم، كيجيو عوجات وكنقادهم. أنا بعدا ماشي شغلي، خرجوني من هاد السوق. أسيدي مالها غتقتلها؟ أنا راه عارفة شغلها، إلا لقيتها ما صالحة شي غتقولها بسلامة. خليني ندوي من هاد. قولي لي وقتاش ندوزها لك؟ أنا واجدة. نديرو السبت واحد المجيء. إيوا نيتي الله نوجد لها، أنا شنو يمكن لها ديك اليوم هاي. والله يعذر السلامة وصافي، راه غندوزها لها. صافي غندوزها. فهمتك شي حاجه؟ اه اشنو فهمتك؟ ندير كلشي بالزربه ونصبن ونجفف ونغسل الماء وشي حاجه اخرى ما نقولهاش ليك. هي دابا غادي ديري الشغل كلهم بالزربه. وعلاش لا؟ ولكن انا لا الزربة راه ما مزياناش، ولا بغيتيني نزرب زيديني شوية في الفلوس. هو لالا غير زربي، حيت بغيتك نشوفك في الدار حميمة لطيفة وخفيفة وتسربي في ساع الشغل، وتا انا غنزيدك شي حاجة وما نقولها لكش. ما يكون غير خاطرك لالا. هو دابا سيري للكوزينة وضربي واحد الحكافة على تركل دوك المواعن، ومن هنا ربع ساعة نبغيك تكوني ساليتي كل شيء، وهنا غنمشي نصلح شي حوايج بيت الناس. واخا هنا شوية نجي. يلا الله يعاون. غيكون يعني يا لالا. واحد ثلاثة صافي خبعتيها. ها تعال نشوف فين درتيها. ايوا انا بغى الله راه بانت النتيجه. شنو النتيجه؟ النتيجه ديال التدريب. بانت الصوره هادي. ايوا مالها جاتك عجب؟ شحال من حاجه ممكن تحقق في وقت قل من اللي كنتي كتنتظرو. إيه اش كدير دابا هي؟ كتغسل الماعن. قالت لي غتساليهم في قل من ربع ساعه. ربع ساعه؟ هيا هيا وليدي افرح. السيرة ولي عندنا في الدار من الجهد. ايوا خلاص عبد اللطيف لا تعليق. واه اللي قلنا هيا فرس خالتك الماء في قل من ربع ساعة. دابا ربي يجيب لك محسن. صباح الخير عليكم. صباح الخير. ايوا الله لقيتينا دابا كندويو على خدامات ديالكم. اختي لطيفة. أمينة مالك؟ راني جيت باش نهضر معاك. ولي ياك لاباس. زعما ما عرفتيش شنو كاين؟ اشنو واقع؟ الخدامة ديالك الغزالة. اشنو هرست لك شي حاجة؟ هنصاب. واشنو دارت؟ عوجات عليا الخدامة ديالي. كيفاش زعما؟ عمر الخدامة ديالي. ما كنت نقول لها دير الحاجة وتقول لي لا ولا تبركم عليا. البارح يا لالا بحال اللي هزيتي خدامة وحطيتي واحد اخر. الخدامة ديالي تعوج الخدامة ديالك. لا هادشي ما يدخلياش لدماغي. ايوا لالا هادشي اللي وقع. الا ما مشي دابا ولقاها جمعت حوايجها وزادت خلفها. ايوا يا لالا بازيلا دارتها. ما كنصدقش انا خدامة حالتها ومعكازة تقدر تأثر على خدامة حادقة وقادة بشغلها. ايوا لالا هادشي اللي راه وقع. عرفتي راجلي نجيب البارح منين قلتها ليه طلع ليه الزعاف وطار ليه. ويلي ويلي على حشومتي مع نجيب. اختي قول لي اسمح لي والله ما كنت ناويها. ويلي ولا انت غادي تنوي شي حاجه خايبه فات امينه. انا ما نكذبش عليك اختي لطيفه، انا ما صبرتش فيا وقلت والله حتى نجي عندك ونخوي عليك قلبي. عرفتي الا مشات لي ديك الخدامه محال واش نصيب بحالها. يا ويلي انا عارفه سوليني انا اللي مجربه. لايف دابا انا لقيتيني جاي في الطريق وتنقول مع راساتي حنا الحماق ديالنا ما قديناش عليه نعطيوه لغيرنا ولمن لاعز اصدقائي واصدقائك. والله عبد اللطيف ما كان قصدي هذاك، غير بعض المرات المسائل كتمشي عوجه وصافي. اسمع لطيفه، انت العيب ديالك ما كتسمعيش الهضره ديالي انا وكديري غير داك الشيء اللي قال لك راسك. بغيتيني انا
نصيفط هذه المتعلمه الكفره لصحابات كيعلموها الحداقه. تيقول المثل اللي عطى ربي شي حاجه عطاها له. ايوا اللي كتاب كتاب ولكن عمرها ما تعاود. ايوا انت غتصيفطيها لداركم. ويلي ضربه برانين. لا انا خفت غير دير شي مصيبه لديك مرات باك. ياك هي اللي بغات وزايدوا مرات باك هاده بالخدامات وكتعرف كي دير تعامل معاهم. صافي صافي تكلمي. اشنو بغيتي تاني؟ على انا لا ما شميتيش طوالي رديتي كتحرق. اويلي يحفظك. ايوا قلت لك تفعليها من دابا شويه. بقيت حاضيها ويديني النعاس. داك النعاس؟ اويلي اويلي وبقات لنا غير في المسكه. الدري راها وليده بعقلها ديال السبيطار. قتلتيني. يلا سير جمع الحوايج دابا نديك لضربه. عاوتاني نمشي للتدريب. تمشي للمقابر ان شاء الله. عافية قالك ماما غولة جيب ديك الحوايج انا وجدت لك مصلوح. ودي نصلح هاد الحوايج كلهم انا ما كنعرف ندير هاد الشيء. غادي تعلمي من يسخن مصلوح حدي هاد الحوايج فهمتي؟ وريني كيفاش ندير. راني نوريك. هات تلقي الحوايج وشوف المصلوح واش سخون. عندك تكون سخون بزاف راه يحرق لك الحوايج. هاتي تسكي مزيان وجبتي الحوايج فهمتي؟ انا ندير هادشي كله ونصبن ونعجن ونطيب ونزيد حتى بالمصلوح. واش بغيتي دير؟ حاجه ولا جوج وصافي. انا ما عندي صحه لهادشي كله. زيد لهنا تعلم المصلح وبارك عليا من الهضره. ماشي شغلي الا تحرقت شي حاجه. الا حرقتي شي حاجه غادي نعطيك الخاد العصا وتعلمي. لا انا قدي باقي ياكلوا العصا. ايوا انا درتي علاش عادي تاكلوا العصا؟ انا مشي عند لطيفه عزيزه عليا وضريفه. ايوا شو دابا ساعه وانتي كتهضري وجريتي لي حتى ثاني معاك. زيد لهنا تعلم وبركه من الهضره. هادي راه ديال النيلو عندك تحرقها ما ديرلهاش المصلوح سخون. اي 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 هادي باغا تحرق عليا انا راه ما نعرف ندير هادشي وما عندي صحه لهادشي كله. يلا لقيتيني كنفكر في واحد الحاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ ظهر لي الخدامه ديالنا شاده مع مرات با. ولا واه المعسل هو الاخر. لا 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 باينه لي مرات با عارفه ليا صوالحها. هذيك راها مسكونه وخصها شي فقيه اللي يسرعها عاد غادي تقال. بركة عبد اللطيف خلاص من هاد الهضره. اش بينا وبين هاد المصيبه؟ اشكون؟ شي واحد دخل. وما تكون غير سرعه بوحدها عندها السوارت. مالها شنو دارت؟ ضربت مامي مسكينه راه مشات دابا دير البونسمون. واش باغا تحمقيني باغا تسطيني؟ ما درت لها والو هي اللي ضربتني الاولى. مونتاز انت اللي طيحتيها. سوغ فيغ صيفط عليك الويلا اختي. يحفظك اش هادشي درتي يا عرمه؟ والو انا كنت كنضرب المصلوح الحوايج وداني الناس ويتحرق لها واحد القفطان ويتجي ويتبلد الظروف فيا ونندفع ويدك ويطنط بلا تغوت ونندفع لها راسي ويطيح على الطبله. سي با فغي مامي ضرباتك وانتي طيحتيها ومامي سمعناها مسكينه جالسه كتغوت. سوغ فيغ اوه الما في باغ. صافي سيري دخلي بحالك حتى نشوف لهاد الشيء بحال. يلا لا لا لطيفه انا بغيت نبقى معاك انت يا ظريفه وعزيزه عليا. بغيت تبقى معاك انت يا جو مون في نمشي نشوف مامي كي بقات. انا شويه غندوز ما يكون عندها باس. خصنا نشوف مرات با كي بقات. ودابا نمشيو. بعدا عجبك اشنو درت هاد المسخوطه هادي؟ هي اللي بغات قالت لك باغا تدوز على الخدامه تدري باش غندير ليها. شوف شكون الا كان شي واحد عليا انا راه في بنيس كنبدل حوايجي. الو شكون؟
اهلا خالتي السعديه، كيف طرا وجرا؟ ها واحد ليله شخبارها عبد اللطيف؟ يلا صبتي دخل البيت دابا يبدا الحوايج. ويلي خالتي انا نقدر نفض لك شي طلب؟ ويلي عارفه اش كاين، ديما الضيف عندك انت في ديك الدار عمرها ما خوات. الخدامه ديالك مشات، اش غادي نقول لك خالتي؟ كلهم خدامات فحال فحال، نهار تعولي عليهم كيخويو بيك. اشنو خدامتي؟ لا كنضحك، جاتني غريبه القضيه. لا راه ما تصلحش ليك، ما تقديش عليها خالتي. لا ماشي حيت صحيحه، راه هبيله وبهله وثقيله وما كتقضي حتى حاجه. اشنو غادا تقديها لينا؟ لا عارفك يا خالتي، دوزتي الاشكال والالوان وتبارك الله عليك قديتيهم كلهم. لا 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 وشوفي ملي دابا محتاجه بها بزاف غادي نجيبوها لك. ويلي بلا جميل، هاد العشيه غيدوزها لك عبد اللطيف. ويلي اللي بغيتي عشيه نهار يومين شهر وقت ما ساليتي بها. يلا بسلامه، ما نوصيش حضي راسك منها. يلا بسلامه خالتي. انت كتضحكي اسيدي، الخدامه ديالنا عليها نفاد. انا شكون درت التليفون؟ يلا لقيتي خالتي سعديه عيطات. سعديه ياك ما بغاتك تصير في الخدامه؟ بحال داكش قالت لك باغا تدربها وهي عندها تجربه في مقاده الخدامات. افرقي عليك خالتك، الله يلقاها ما فرقيها. خليها، شكون قالت لك غتجي عليها يديها البركه؟ بركه؟ انا خالتك عندها شي بركه؟ راه هاد الخدامه الا مش عندها غادي ترقد لها قلبها وتجيب حبل وبوت. ياك هي اللي بغاتها، لا مالها اسكت. فضيله ايوا بقاي كتعيطي. فضيله والله مخلوطي ما تجيك. فضيله عيطتي عليا لالا، ولا على حساب لي سمعتك في الناس. لا عيطت عليك، غتمشي دابا عند خالتي. ولاش غادي نمشي لعندها؟ كيفاش علاش؟ الله سيري شوفي كي كيكون الحد قات. انا زعما ما ارتاحش شويه، ديما الخدمه الخدمه الخدمه. لا والله الا كتبردي القلب سيري مسجل لعبتك. بركه من الهضره، هو عبد اللطيف غيوصلك. يلا انا ما فهمتش، انا قدام عند وحده وندير الشغال عند وحده اخرى. لبسيش لعبتك هربه، انا غنلبس حوايجي نلقاك باب الطوموبيل. هادو ناس بشي شكل ما في قلبهم رحمه، ديما غادي بيا من دار لدار. من دار لدار فما يا لالا، انا قلت لك الا وقعت شي حاجه راه ماشي شغلي، فهمتي؟ كانت معاك هالخدامه. شكون خدامتك؟ وهي خدامتي. ومالها عاوتاني؟ لالا جاني عليها الطلب. ومنو بالسلامه؟ لالا خالتي واحد المره تبارك الله عليها الا دخلتي لدارها تحيري بحداكتها وتاويلها. ياك ما الحاجه اللي عاودتيلي عليها اللي جاها كلم من الخارج؟ هي هذيك الحاجه السعديه، من كثرت الوسواس اللي فيها ديال الشقه مرضات مسكينه بالقلب، الضيف عمرهم ما خرجوا من الدار. حنا كيسخفنا غير ضيف واحد، عام الله الا كانوا بزاف، وفين غنزيدوهم بشقاهم وبالغلا اللي كاين فين؟ وشحال بغاتها؟ ايوا بغاتها غير عشيه، انا قلت لها خليها عندك شي شويه باش درب لها عاوتاني. وداك الشيء علاش كنضحك؟ قالت لك لالا شحال من وحده دازت عندها بحال هذا الشكل وقداتها. ايوا عندك غير وقع لها كيف ما وقع انا مسكينه. لالا خالتي تبارك الله عليها مطوعه 10 من هادو. هو يعلم الله دابا الحاجات كنقصي مع ديك الخدامه تا هي. احلي تبغاتك غير تما. ايوا هذا العجب، جبتها باش تعاوني في الشغل؟ زقت دخلت تحمم تقول جبتها حد الدار. ماما اماما انا حتى كنقضيها في الكوزينه وغاديه نجيب الدجاج. سير بنتي هاد الخدامه راه تحمقني. ماما خليها تبرع وسير قدي شغالك بيديك. اخرجي اخرجي دغيا تبعي لنا بزاف ديال الشغل. انا خرجت شنو بغيت؟ وانا على مزغوبه واش انا جبتك تغسل ولا جبتك تعاونيني؟ واش غادي ندير؟ لالا هادي السيمانه ما دخلت الحمام سخون. وانت تمشي عند
مخدمه ما وصلها عندها. الحمام ديالكم سخون وزوين ويعجبني. قول لي هكذا وزيدي خرج معايا حتى باش عاونيني. ما نقدرش يا لالا، او انا ما نقدرش نحط يدي في الماء دابا. ايوا علاش بالسلامه؟ حيت انا ام الفايله خرجت من الحمام كنعشي شويه. كتنعسي شويه؟ معلومه لالا، هل انت بغيتيني يضربني البرد؟ لا لالا ما بغيتش البرد يضربك، انا بغيت نضربك الجريحه ان شاء الله. وشحال بغيت نعسي من ساعه؟ ماشي بزاف، ساعة أو ساعة لو طولت. ويلي ساعة، إوا قضينا الشغل معاك بكري. إوا زيدي زيدي تنعسي ما تنوضي إن شاء الله. مع دار لطيف ورجلها قالوها ليا. تبارك الله تبارك الله، إوا ها أنت درتي شغلك بلا خدامات، أش وقع في ملك الله؟ مالك يا عبد اللطيف هنيني، أنت ما كتشوف غير هاد الساعة اللي كلشي فيها مقاد، كلشي على حقه وطريقه. ما كتشوفنيش أنا ملي كنكون فرقة على 70 طرف. ما حيلتي لهادي ما حيلتي لديك، ها كريم ها التصبين ها العجينه وزيد وزيد. انا راه دائما تنقولها لك، تنقول لك تيخص غير شويه ديال التنظيم وشويه شويه الانسان ينقص من الشغالات. زعما شنو انا معكازه؟ لا انت ماشي معكازه، انت الخدامه تعلموك العجز. مزيان تبارك الله. اسمعي غادي تمسحي الكيسان وتنقي الخضره وتردي البال البوطه. هادشي بزاف عليا لالا السعديه، انا نعمل مصوبه. قولي لي علاش باش بغاتعاونيني؟ شي حاجه خفيفه وسهله. اخدمي ولا ما عجبكش الحال تجي عندي مخدماك وردي البال كوكوط. هاود منك تمشي توقع عليها شي حاجه. غير كوني هاني يا لالا السعديه، انا ديال المره الاولى فاش كنخدم. انا غادي نمشي نتكلم في التليفون ونرجع لك. واخا لالا. الو ايه باقي خصها الديسير؟ واخا صافي. يمكن عندك الحق، ولكن انا كنظن بلي حياتي بلا خدامات ما كتسوى حتى حاجه. انا بعدا ملي كنت صغير دارنا ما عمرهم دخلوا الخدامه لعندنا، امي كانت فيها كل شيء حتى با كانت تعاونها. على ما كانت موظفه؟ لا ما كانتش موظفه، ولكن حتى لو كانت كاع موظفه مي ما تسمحش البنت المراه ديري يديها كانت بلبسها. شوفي شكون. الو شكون؟ ليلى. هادو دار خالتي علم الله شنو واقع. ياك لاباس خالتي غيبه الخدامه؟ جايين دابا بسلامة. اش كتبان كيف لاباس؟ نوض نوض نمشي وخا انتي غايبة ما عرفتش شنو وقع ليها مع الخدامة. يحفظك الخدامة عاوتاني تا هادي دات في حساب. سمعيني من هنا انا راه غادي نوصلك ما غندخلش. صافي لا تقوي هضرة هز الدريمي يلاه هز حوايجك في ساعة. يلاه معاك. عجبك دابا هادشي ياك؟ فرحانة دابا اش جابك ليها حتى تخرجي على صحتها؟ ما درت لها والو، انا البوطة اللي دارت لها هادشي والكوكوط. صافي تهنيتي حرقتي عشان اللي غياكلوا الضياف. دابا قولي لي كيف غيدير با مع الناس اللي عارض عليهم؟ كيف غيكون فيه؟ جابتك تعاوني ساعة خرجتي عليها. فين هي خالتي؟ كيف راهي؟ خالتي خالتي هضري معايا انا لطيفة. عيطت بعدا على شي طبيب؟ مازال تفافيت ما عرفت ما ندير. ولا خاصنا نعيطوا على الطبيب هو الاول. فين التليفون؟ راه هو. اجي قلت لي الخدامه هي سببها. صافي تهنيتي خرجتي لي على الخلا اللي كنت في الدنيا. ليلى قولي لي شنو وقع؟ ما عرفتش بالطب، جات عندي الخدامه ديالكم كتقول لي شوفي امك مالها. دوينتي شنو وقع؟ انا ما درت لها والو،
كنت في الكوزينة كنمسح في الكيسان وهي تخرج، وملي رجعت لقات الطياب تحرق. فهمت. وانتي شميتي الشيط وما طفيتيش على البوطيات؟ ما قلتش لي طفي عليها، ما قلتش لي طفي عليها، ما قلتش لي طفي عليها. دابا اللي عطى الله عطاك، ياك شفتيها مسكينه خاتي والله الا عزت عليا. علاش اللي طيبات الضياف تحرق؟ ولكن والله لو بقات فيك اش غادي ديري؟ بلاتي مساء الخير. لا الحمد لله، اختي سمح لي اللي عيطتك في هذا الوقت، رانا حالتي حاله. لا والو، غير ديك الطريه ديال الفطيره اللي صيفطتي لي للدار، انا مزوقه فيك غدا ما تخرجيش غندوزها لك. لا لا ما كاين باس، يوم كتب الله اش غنديرو. يلا بالسلامه حتى الغدا. يلا بالسلامه. والله غدا لا بقيتي زدتي عندي نهار ناقص. ثم الخدامة كتبغوا تحرصوا عليهم الليل والنهار، وكتبقوا تسلفوهم لحبابكم من واحد لواحد، هذه الإنسانية. وتقول ماشي ذنبي ما كانش قصدي.